سياسات وحاس بدنا وحكو جري وما بدنا دد حوالا دغتا دد تعبتا دد بيرالي دد حوكستا يبدي مجدا مركا اي واحد لقو يغان دد شقاو هاي محمد سياد برا ودنك هو يلا بات نسان حكومة هاي هو حباش هندي دو سومالي وبحش حتى حمارو كلا مركا اللي امرسو وحيك من ددك بحوش ايو عانا ايو عوسك ايو قريحة ايو هيلي بتد كاني كم دينو ديغان واي وهذا الدقمان عندنا يعني حاجة لك وفرت مركي لهذا مركي لهذا وقوي قال هذا وبيجا سو مرسلة مبيج حق حاجة يعني وبيجا وحيك حاجة يعني مركي قوي هذا كونتوني اللي حكي لهذا كيلو متر حاجة يعني نبض دا وديال وحد كسر دواتن برامج ك لتعرفه وحنا هاي زكي هرالي برامج كمان توحى مرتي يجوا أه ما ديها قرتي نبضون محمد حسن جمعالي وكم قاعد يرى حد أو أه قدوميها بلا هوية نبضون كسر دوا برامج ك لتعرفه مكاري وكل هو هذا إن قدومي حاد كمان ملايين أيام كعجم حد نقي نرمتي إن إن أنا نجا أجيبت إن قريب كنا قطو إن فرينت اللي تعرفوا إن قدومي وحرنا بالها هوية أو عاد أتهاي قدوميها إن قبل ذا كم ذي سن وكما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بلها هوية وبدين هذه وبدين وبلارين حنا لغيا وين يسون كلوا ده قراها كودا ترسانين لكن أنت أقوى بدن وحواي لا تضرب سديد مالها سوين بيلوت وياه ترى هن ما كل جيم هذا ما هن فهم كنا ذر عليه والله فهم كرا مرصدها ده أنا وان كده شيء وفضع ساك مذا أبغى قدرة كم مذا أبغى على كم مذا حوال له كم مذا كون دبا كم مذا قال جع على كم مذا شيء على كم مذا مركا إن نبطوني مكان هوية كنا ماذا مركا حنجعلها مكا إن باشا عاد أدو كده لتي مرصدة إن باشا مرصدة يعني وبالما مكا لقاها لي هوية مرصدة وحالي رادة مرسل كران لي هوية واي مركا عرض كوي واي وليبا حان ربا إنان مقع كلاو داتكو إيسان بدانا وقوان مرصدة مرسل وادي ركران لي رادة شخص يرد حدا لقا ساري لكن هذا واحد لسكيرة مرسل هوية اللي رازع سكرته مارك ما يعلو المرسل وهذا ركر اللي هوية وهذا ركر اللي هوية ساس وهذا كرن له نوع مسا مارك كرن له فربضين يا يوحان أنا كحسوس تأفر بيلوت وقدر وسحاول وكرن له ومرسل أفر تاسا هذا قالوا يعانا مارك مارك ينكوها لأن مرسادة مارك مرسادة وبل رنتي مقع عليه أو أدلوغي يقانو دلك سوماليا سيجارة كوفورتا تنقلدنين محاربا باش مرسو دمك لنقال لنا ماذا أقول بحذا نفتي كيدو الله يقول بحذا هو سيبدي فرعرس يقول بحذا لكن قلوب أيضا سيأبتر ستو فرع بدن له لكن مركو هوري وحال سيرا سيبدي فرعرس يقول بحذا مرسو دو نانيستان أه سيدحي سيقال أيضو محيشيكي وحاو أيضا أري كالاتو دادكو أيضو يقانين لكن أيضا هو وحن لي رهدو ماركتي إن وحن لي رهدو ويا هو باق واي أريبر ونلو دجال ما يقربه سان قياس تقوايو وهذا أنا ما قاعد يسوي دار هذا واي مركز سد هي سجال لكن أبتر سين لوت شيء ما باق وحل سكوي أفكار شل سكوي قا واي أفكار سو سد هي سجال دي ليرة إنه مرصدي هو والله فهم هذا سوى نبضون مركين وقال إنه مركا إن مرصدة إن وكرنا دقتري كرنا وحوكلا بحاتري إن أوركلا أو كذير يسحاول يكمدهين يكاري إن محامك مرصدة كديجي مد جوني يعني وقدجا بلاها كلا أولاد شيء كرنا لها ما يقولون كلا إنت بنا واحد دجا يتوبي دجا سيدا الأوجي هاي هويه ضد بنا يتوبي دجا هذا بيش بقول دولة حوج يتوبي دجا جد لها دقة واحد دقة نمك اللي راجع جاله
كدرسن حقي أنت إلا ما ذا جاءه كرنا ساس قالوا حق وحوق وقولي ولي بال مال بدني كده كان ركوي توي أنا كسران وأنا دكور وريين لكن وحي كوين بيلها ووين ولو يغني جيل كشنات أي كم بدهين سيد قدر كي سحولها ولي بقاسة مركا ورصدوه رهاد سيد أسرع سوون أنت وهذا هويها وكم بديها كوازون هوية هاي كم بدهين مركا سيد كوندا بها قرهان جلاي بعدها ودكان دين لكن قرده حقه dekta ugu dhawaa waxa ugu badan jidlaha iyo jajaalaha way een bursadu marka goormu marka een yimid ama uu ma kano een deegaankan rasmiga ah wad u degan yahay uu maarti sheek uu kamid noqday beelaha degan wala taariikh rasmi ah lama hayo laakiin waxaan la soconaa ee bursadu wuxuu ku facayay oo la socday ee qoladan kale tahwiyaha kale oo markay gadaalo dhiga leeyahaydo nimanka leeyahaydo gurgaataha wiya leeyahayda waxay u kala baxayaan waawinkoodu abka abdullood iyo madar kiis iyo maxamuud hiraab ayuun oo hiraab isku ah nimankaas isay u joogan meeshaan saas kale ayuun ay ka sirtay inuu abti waxba inay u yeen la sheegaa mursado oo ayaga oo baragtay seenbir ku jilnay ila mursade oo qof ahaay إلا يومنا هذا نما كاسو كجلنا يسكو ماركتي محو أحا أيغا وليش يسعو لشي نمكا سيروكا وحاد لشي فاضما كارنا لشي أيغا مركا كبدا السياء سوو بني عيدان وبدا اليامب ودا إلما ديارنا ويهان المهوي وذا هاي كبدا أنا دي وحيد لشي وحيد لشي ماشي نما كليري حرياب عيد لشي مركا دات ساس وصوت لليو هدنا وندين عانو إسو قوري هاي نسان غياستكو هايو taariikh rasmi ah hadii la isweydiyo aniga hadda ma hayo laakiin intuu mursada jiray de uu qoladaan oo dars leeyahay oo hadda uu kaabe ka ku hayaa oo la yiraahdo ma shan la yiraahdo galmud hadda mursada wuxuu dars kale yahay ee abgal hawadl ee habar gidir oo ayirka u badan iyo nimanka ee dudublah wal wasarur taas u dirsi kale yaan oo odo wadaag leeyahay gobolada dhexe gobolada dhexe dabcan ma gobolada dhexe in buu xoogiisu degan mursadahan ka hadlayna marka gobolada dhexe waa degan koofurtan xoogi ku leeyahay labada hadaan u soo miisaamin laakiin markii hore taariikhdii hore xaqi u badnaayeen laakiin hadda waxaa laga intuu xoog badan yahay hadda xamar ay xoog ku leeyihiin inay aad ugu fara badan yihiin shabeelada hoose sidoo kale waa aad u degan shabeelada hoose mursada aad u degan ma leedahay sidi meeshan la yiraahdo shalaambood qoryooley buula mareer meesha la yiraahdo muxuu ahay kurturwaarey daafeed tuulooyin badan ay ku leeyihiin afgooye intaas waa degaano marka nabadoon marka beelaha ay wada degaan mursadaha waxaan u fahmay waa xoogooda waa beelaha hiraab digilkana waa dad 7 beelood waay waliba qayb ka mid ah ay wax ay ku leeyihiin isku daran yihiin oo digilku 7 digila la yirtaba oo digila la yiraa waa garaha jiidada turnida nimanka la yiraahdo begeediga iyo shanta caleemood iyo dabarre mursada ku jira gelidu kamid yahay laakiin gelidiga ay shaarihiin marka digilkana waa ku jira hawiyahana waa u dhashay waa ku jira laakiin baawur shiirinka hadda markii siyaasad ay laga hadlayo waxay wax la qaataan oo ku qayb yihiin hawiyaha intiisa kale laakiin markii ka hadlayno dhaqan ahaan markii shabeelada hoos joogaan waa niman digir degaan oo dad degaan oo digila waa mursada hono qaalib qabaayil ka warka duwayn digilkaasi wax la qaybsadaan oo waliba oo aqoonsan ayaga inay mursada ay digil yihiin degaan yihiin haddana meen markan ka hadlayno marka nolosha dhaqan dhaqaale mursada maxaa lagu yaqaan hindida soomaali oo u baxsh hindi dad shaqo badan oo dhaqaale abuur badan aad wuxuu tacabo waay siyaad ruuxi u bixiyay hindida soomaali u baxshay mursad marka magacaasi leeyihiin dad dhaqaalaha iyo ururiyo oo shaqada ku fiican waay marka markii aan ka hadlayno marka sheeg nolosha miigman ka hadlayno ma niman xoolo dhaqataa ahaa ma niman beeraleya tida kale ma isku si ayay u nool yihiin mursadaha ku nool koonfurta iyo kan ku nool waqooyiga maya waxuu ma ogtahay qolo walba bay ay leedahay iyo dhaqan u gaara xagga markii la joogo badanaa waxaa laga shaqeeyaa waxay u badan xoolo dhaqta waay dadkaas
تتقول هواي ها مركو قيل شو بيرنا واجرا لكن بيره مرها مو هسامين بدن مرها كوان كوفرت جوجانا والله من نوع هواي قالوا خير مقالو ذاتك حمر جو حمر كودجان كهواي وحكو درين مقال شنط عليهم الليرة ها يكو درين ودجان ليه مركا تتساس دجان وهواي أب ما قالوا خير مقالنا وخير مقالو مقال ذيك حريهين قدر رمي هو جوراي رمي كي كحرتها قال ده بير فرتان أو بير قرتان أو بير قال بحد بير بدر أسين دوين كلين حاجة إلا بول مرير شلام بود جنالة قريولي بول كاسو لندس كبيره أو بدر الله أنت أو بدر الله يفقوي آه